بس انا افتكرت خرافة جان دلوقتي وانا بتكلم معاك، كانت وانا طفل كانت بترعبني يعني، واثرت في وعي فترة طويلة جدا، واثرت على شخصيتي يعني، وهي خرافة منكر ونكير، ان انت لما تموت، لما كنت بتخيل لما اموت وكلنا هنموت طبعا، ان هيستقبلني المنكر ونكير اول حاجه في القبر المظلم ده. يعني مش كفايه ان هو هيبقى قبر مظلم والواحد بيبقى حسب الخرافات بتاعتهم بيبقى واعي بكل حاجه وحاسس ان هو اتدفن تحت التراب في المكان الضيق ده في الضلمه، لا كمان بيجي له منكر ونكير. منكر ونكير حسب وصفهم في السنه، يعني في حديث ابن عباس عن الرسول ان هو طلب من جبريل ان هو يوصف له منكر ونكير، قال له صفهما لي يعني. فجبريل قال له ان هما مش هقول لك طولهم ولا عرضهم، لا هقول لك الافظع من كده، ده جبريل بيقول لمحمد يعني، اصواتهما كالرعد القاصف، صوتهم زي الرعد، وعينهما كالبرق الخاطف، اسودان ازرقان، انيابهما كالصياصي لهيب النار، لهيب النار في افواههما. يعني تخيل بيطلعوا نار من بقهم ده وناس مش تنين بقى، يعني إعجاز علمي ده. ومناخرهما بيطلعوا نار من بقهم ومناخرهم و استنى استنى استنى، جورج طالع بخار من مناخيرك شو؟ وما سامعهما، ومن ودانهم كمان يطلعوا نار من ودانهم، ويكسحان الأرض بأشعارهما ويحفران في الأرض بأظفارهما. يعني هم ماشيين بشعرهم طويل بيكنس الأرض وهم ماشيين، وضوافرهم بتحفر في الأرض، مع كل واحد منهما عمود من حديد لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه. يعني لو كل البشر على في العالم اجتمعوا على الحديد اللي مع العمود الحديد ده اللي مع كل واحد منهم، مش هيقدروا يشيلوه كلهم مع بعضه. بيسألوا بقى الإنسان المسلم من ربك، ما دينك، الأسئلة اللي احنا عارفينها ديت، ومن نبيك. لو قال لما يقول ها لا أدري، لما يكون مش عارفة بيقول ها لا أدري، فبيروح جايين قايلين له لا دريت ولا تليت، وبيروح جاي رزعينه بالعمود الحديد ده فوق دماغه يبططوه لحد لما يضربوه بالعمود دوت، اللي هو البشر لو اجتمعوا كلهم على انهم يشيلوه ما يعرفوش يشيلوه، لما يضربوه بيتحول لتراب، يكون ترابا، وبعد كده ربنا يرجعه تاني. فبيقول لك لو ضرب بها جبل لصار ترابا، لو ضرب العمود ده يعني بالعمود ده جبل هيبقى تراب، فما بالك بقى بالانسان الضعيف. فالواحد كان وهو صغير بيسمع الحاجات دي هو طفل حس برعب جدا، وانا كنت بنام كده في السرير ما كنتش بعرف انام، يعني ما كنتش بعرف انام، بتعدي عليا ليالي طويله ما اعرفش انام، واقوم اعيد النور وافضل قاعد صاحي في السرير افكر في الحاجات دي. ما هو الواحد كان بيصدق، ما هو الطفل عيبه جان ان هو بيبقى ضحيه لاي حاجه بتتقال له بيصدقها على طول، اي حاجه تقولها له يا عيني يصدقها. ما هو بيتولد صفحه بيضه، ما يعني احنا اللي بنملاها بقى، اللي حوالينا هم اللي بيملوها، فهو ملوها بالافكار الغريبه دي. فده اللي بيخلي كان ده خلى واحد يتمسك بالدين 27 سنه جاي مش قادر حتى يفنده. ما انا برضو عاوز ابقى حافظ لما يجي ممكن اجري يقول لي من ربك، اقول له ربي الله على طول. ما انا لو انا شكيت في الدين او ربنا او لا لعبت مع ربنا، ربنا ما حد بيحبش حد يلعب معاه. لو انا استسلمت للشكوك والحاجات دي، هيجي بقى ممكن ونكير بالحته الحديده اللي معاهم ديت، وانا مش حامل حاجه من دي. مش عارف مزربات يعني بسموها المزربة، مرزبة يدي لك بالمزربة يعني، ما بعرف واحد بصراحة يعني يتوقف اللسان عن التعبير في هيك خرافات.